نعم، صباح الخير زميلتي راوية. نحن الآن في الدائرة الرابعة، مدرسة حواء بنت يزيد الأنصارية في منطقة الأندلس. عدد الناخبين في هذه اللجنة هو 5876 ناخب، عدد اللجان 6 لجان. معنا القاضي عايض المري، يعطيك العافية. طال عمرك. حياك الله طال عمرك. ما هو يعني نسبة الحضور حاليا يعني من بداية التصويت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء حياكم الله. ثاني شيء، نسبة الحضور للأمانة جيدة من ساعات الصباح الباكر، متوقعين أن تزيد خصوصا بعد ساعات الظهيرة. الإقبال جيد. جيد في بداية. نعم نعم، جيد، في إقبال كبير يعني. نعم. ما هي مثلا الإجراءات التي تبطل التصويت عندكم مثلا إذا كان في ناخب موجود يختار؟ ما هي الإجراءات مثلا التي تبطل التصويت؟ نعم، أول شيء الاقتراع سري، فلا لا يجوز للناخب يعني أن يعلن من راح يصوت له، ولكن لله الحمد ما قابلتنا إلى الآن أي شيء يعني من هذا القبيل. ما في معوقات صارت؟ ولله الحمد إلى الآن ما في معوقات. بالنسبة مثلا اللي يصور مثلا صورة التصويت أو ورقة التصويت مثلا لمرشح، ما هي الإجراءات التي تتخذون؟ نعم، بالنسبة هي جريمة طبعا تصوير الورقة. الإجراءات طبعا يتم إحالته إلى الجهات المختصة ويبطل صوته. نعم. زين، ما هي الحالات التي يبطل فيها الصوت؟ احنا عرفنا ان مثلا التصوير، تصوير ورقة الانتخاب او لفظ اسم المرشح الذي اختاره، هل هناك مثلا في امور ثانية تبطل التصويت؟ نعم، يعني مثل ما قلنا إلى الآن الحمد لله ما في أي من هذا القبيل، ولكن نعم إبداء يعني أنه يعلن بالصوت، هذه واحدة من أهم الأمور. التصوير يعني هذه أبرز كثير. نعم هذه. الله يعطيك العافية. الله يعافيك، حياك الله، يا مرحبا طال عمرك. نعود إليك زميلتي راوية، مستمرين في هذه التغطية الحية والمباشرة لانتخابات مجلس الأمة 2023.